برضه رام الله مش عم تجمع نوع واحد من الناس، بعيدة وكبيرة، وخصوصا في عنا أجانب هون، فمش غريبة. بس بتمنى، أنا بتمنى إنه ما يكون منه الهوني. أنا بقول حطهم في السجن، يعني إحنا ما هذا إشي محرم عندنا، هذا محرم، يعني هذا يعني ما بنقبلش. السلام عليكم. It's hard to see a gay here, and we have to kick them, and we have to hate them. أنا في حكومة إسلامية، تشريع شرع إسلامي، بيخلوهم شو هيك، بس الحكومة تساعدهم، بقدرش أضرب.